إذن أكيد فعاليات المعرض الدولي للجزائر في طبعته 55 متواصل، حيث كل أجنحة العرض المتواجدة على مستوى قصر المعارض مملوءة بمنتجات متنوعة، سواء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة تعرض منتجات تنافسية، منتجات ذات جودة، وحتى المؤسسات التي تمثل 32 دولة أجنبية الحاضرة هنا في معرض الجزائر. إذن والاكتشاف ما تسخر به الإنتاج الوطني وخاصة منه في يعني شعبة الصناعات النسيجية. نتواجد كما ترون في هذا الجناح الخاص بالمنتوجات النسيجية للشركة الجزائرية، شركة تابيدور الرائدة في مجال الصناعات النسيجية. ولمزيد من التفاصيل يحضر معي السيد يحيى بلول، وهو المدير التجاري لمؤسسة تابيدور. أهلا مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا، مرحبا بك عندنا. إذن يعني قل لي، مؤسسة تابيدور عندها يعني ذات إنتاج جزائري، يد عاملة جزائرية، إبداع جزائري، لها مكانتها هنا في الجزائر وحتى على المحافل الدولية. يعني أعطينا فكرة كيف تطورت هذه الشركة ووجودكم أيضا في هذا المعرض. تابيدور هي شركة جزائرية عندها 40 سنة وجود في السوق الوطني. بدأت الإنتاج عام 1983، متخصصة في سجاد، بدأت تخصصها في إنتاج سجاد البيوت. بعد تطورت عبر السنين في إنتاج الموكات وإنتاج العشب الاصطناعي المستعمل حاليا في ملاعب كرة القدم، وكذلك في البادل وفي التنس. هذا آخر منتوج عندنا طبعا. ولجودة منتوجاتكم ملاعب القدم ليست فقط في الجزائر، رأينا بأن تابيدور كانت لها مشاركات أيضا في يعني في فرش ملاعب في منافسات إفريقية عالية المستوى. نعم، شركة تابيدور في وضع سجاد الموكات دائر بالملعب، فيها لوجو رموز المباراة ورموز المنافسة. جابتني يعني صيت كبير وعاونتنا في عملية تصدير في الحالي. في الوقت الحالي احنا عندنا عملية تصدير كبيرة إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى أمريكا، إلى كندا، إلى الدول المجاورة، في ليبيا مثلا، في موريتانيا والنيجر. إذا الممتاز هو منتوج جزائري يلقى طلبا كبيرا. أنتم كمؤسسة يعني تشكلون اليوم مثلا أعلى، بدأتم صغار ثم أصبحتم اليوم كبار، سواء على المستوى المحلي الإقليمي وحتى على المستوى الدولي. يعني السر في شركة تابيدور، وقد يكون نص ربما للشباب المستثمر الجديد ذو التجربة القليلة في مجال الاستثمار، يعني ما هو سر نجاح تابيدور في الجزائر وحتى في دول الخارج؟ هي سر، ما كانش سر، هي العمل والمثابرة أول شيء، والإيمان بالنجاح. ومؤخرا الدولة الجزائرية يعني أخذ مسار تدعيم الإنتاج الوطني، بالتالي شركة تابيدور قامت باستثمارات كبيرة، نلخصها في تقريب 5 مصانع جدد تمكننا فيها من إنتاج الخيوط اللي هي المادة الأولية لصناعة السجاد، منتوجة عندنا بالشركة، والألوان كذلك منتوجين عندنا بالشركة. الممتاز سيد بلول، ربما كما تابع كل الجزائريين على قنوات التلفزيون الجزائري، عندما افتتحت الطبعة 55 لمعرض الجزائر الدولي، كان للسيد رئيس الجمهورية زيارة لجناحكم، ودار هناك حديث يعني هو دائما يلح على تطوير الإنتاج الوطني، على جودة الإنتاج الوطني لكي يرقى إلى مستوى تنافسي. يعني هل لنا أن نعرف ما دار بينك وبين الرئيس خلال الافتتاح؟ صحيح، شرفنا السيد الرئيس بزيارته وكان شرف عظيم لنا. درنا إشارة على مشاركتنا في تسجيد مسجد الجزائر الكبير، بحيث أن السجاد من صنع جزائري 100% مصنوع في تابيدور. ممتاز، يعني هذا كان شرف لنا وكان عاجبه هو، وقال لي أدلنا إشارة على هذا الشيء. يعني سجاد الأزاق الموجود في قاعة الصلاة الكبرى هو 100% سجاد مصنوع بالجزائر بتابيدور، وتصميم من ديزاينر يعني مصممين جزائريين، تقريبا 100% جزائري. الحمد لله. شكرا لك سيد يحيى بلول، المدير التجاري لمؤسسة تابيدور. طبعا ونحن نفخر ونسعد بوجود إنتاج وطني جزائري ذو جودة، نفخر به على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي. ومواصلة أيضا لاكتشاف ما تجود به الإنتاج الوطني وما توصلت إليه حتى المؤسسات الوطنية التي تبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين إنتاجها وولوج الأسواق العالمية. تحضر معي السيدة ياسمين، وهي ممثلة الشركة الجزائرية
الوطنيه للنسيج والجلود شركه جي تي اس. اهلا بك ياسمين. يسلمك، اهلا بكم انتما ثاني. اذا يعني هناك ياسمين ان تكلمينا على مشاركتكم في هذا المعرض واهميته للترويج لانتاج الجزائر الوطني، خاصه وان المعرض توجد فيه شركات اجنبيه. الوغ نعرفكم بالمؤسسه تاعنا، هي المؤسسه القابضه جي تي اس المختصه في الصناعه النسيجيه والجلديه. الوغ حنايا اون سبيسياليزي في لا برودكسيون ناسيونال، عندها بليزيور فيليال. احنا عندنا بليزيور فيليال دو برودكسيون، هما الوغ عندنا تيكزالك، عندنا تي دي ا ليذر اندستري، عندنا سي اش كونفيكسيون اي ابيمون اي اسيد. اذا ممتاز. طبعا هذه الشركه كان لها ايضا يعني تشارك في المعارض الوطنيه، وكان مؤخرا وحسب توجيهات السيد رئيس الجمهوريه لكم مشاركات في معارض دوليه في موريتانيا، في السنغال، في تنزانيا، ومؤخرا في ليبيا. يعني اهميه وجود انتاج وطني يروج له في هذه المعارض الدوليه الدائمه. Alors, Hnaya, c'est vrai qu'on a eu la chance de participer à plusieurs foires internationales qui m'ont été la Tanzanie, la Mauritanie, Sénégal, l'Égypte, Hadouma Kamel. C'est pour élargir le portefeuille client terna et au Bachnar Fulmentouch terna à la Kharij al-Wata. اذا وايضا يعني ما هي المستجدات لدى يعني منتجات جي تي اكس؟ نحن نرى بان هناك تنويع في الانتاج، وهناك ايضا عمل على الجوده وعلى ان تكون هناك يعني نماذج ترقى لذوق المواطن الجزائري الذي يعني له ذوق صعيب نوعا ما من اجل اقناعه بالمنتوج. اكزاكتومون. الو حنايا لو بوت تاعنا هنايا سي باش نعرفوا المنتوج تاعنا على نطاق الوطن وخارج الوطن، وحنا ماذا بينا كل مواطن يلبس كما نقولوا ميد ان بلادي. ولهذا الوغ حنايا رانا حابين نديروا دو برودوي جدد هكذايا، وباش ان شاء الله يعجبوا المواطن تاعنا. طبعا وعلى يعني حديث ميد ان الجيريا انتاج جزائري، لاحظنا منذ قليل اقبال كبير من المواطن الجزائري على اجنحتكم. اكزاكتومون. الو حنايا الو عندنا بزاف الزائرين وعجب لهم فريمون لو برودوي تاعنا، وقالوا لنا يعني ماذا بهم يلبسوا غير منتوج بلادي، والحمد لله الجوده تاعنا راهي مليحه، وان شاء الله لو بوت تاعنا سي بوكو بلوس داميليوري لو برودوي تاعنا، اي اوسي باش يكون سور ليشيل ناسيونال معروف من عند كامل الناس، اي بوركوا با بيان سور ليشيل انترناسيونال. اذا ممتاز. وحسب يعني حول السوق المحليه لجي تي اكس، يعني تقييمكم للسوق المحليه هنا في الجزائر، لكم يعني زبائن مؤسسات وطنيه وايضا نعم. يعني من نقاط بيع موجوده ربما على مختلف جهات الوطن. عندنا محلات بزاف عبر الوطن، عندنا 24 محل وهما تابعين الجاكيت كلوب كي اون فيليال دو كوميرساليزاسيون، هي نقاط البيع على انحاء الوطن. فوالا. طبعا وايضا كان لكم تصدير. نعم كان لنا تصدير، صدرنا ديرنييرمون اون في اون اكسبورتاسيون تاع لو تيشو جين اون كولابوراسيون مع تايال، ودرنا ليكسبورتاسيون ايضا تاع لو كوير. اذا ممتاز، شكرا لك ياسمين على هذا المرور. نعم هو الانتاج الجزائري يطور يبتكر من اجل يعني تلبيه حاجيات السوق الوطنيه وايضا ولوج الاسواق الاقليميه والافريقيه او الاسواق العالميه. طبعا هي كلها توجيهات جديده تجسدها الجزائر يوما بعد يوم من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني، تحقيق امن اقتصادي، تحقيق امن على مختلف الاصعده. نلبس جزائري، نستهلك جزائري. الجزائر التي تحولت من بلد مستهلك وبلد مستورد الى بلد منتج ومصدر، كلها يعني نتيجه لاصلاحات اقتصاديه عميقه، ونتيجه ايضا لاستراتيجيات ناجعه جعلت الجزائر رائده اقتصاديا على المستوى المحلي، وقد صنفت كثاني اكبر اقتصاد في افريقيا. شكرا زملائي والعوده اليكم.